يلا غير تكلفي انتي، انا مشغول شوية. يلا يلا بيبي بيبي. الغالية اخويا مهدي غتحمقني، وهاتني دابا نخلي خدمتي ومشي نحضر معاها لوتروتيان اللي غدير البروف ديال لي زاكتيفيتي ديال كاكو. يلا شوف دابا الحماق، الدري مازال في لاكريش عنده لي بروف كتر من اللي كانوا عندي انا في الباك. عاد شنو غادي يطلع؟ بروف دي سبور، بروف ديال لا دونس، بروف فرونسي، بروف لونجلي، واه بزاف. المهم مادموزيل ميا، بلا مزيد نضيعلك وقتك، شكرا بزاف على هاد الفرصة. لا لا، يا بارك بروبليم، يا بارك بليزير. شنو ندير اخويا مهدي في هادشي؟ وحق الله مهدي، مهدي ترى انا راه ما بقيت فاهم والو على الشيء اللي واقع عندنا في الشركه هنايا. رشيد شكون هو هذا اللي خدي مع ميا؟ ما عرفتش انايا. دابا انت هادشي اللي مبرزتك مخليني انا كنهضر راسي. ما تلقى شي واحد خدام معاه في لاسوسياسيون ديال طاهر الخير، نيت راه من حالته باينه محتاج الخير. لا لا، ما متفقش معاك اخويا رشيد، قضيه اكثر من هكا. مهدي واش كاين شي حاجه بينك وبين ميا ولا جاب لي الله؟ رشيد خصك تسمعني مزيان، الله يرضي عليك. كتعرف بلي ميا راه غير نيه ديال الله، يعني اي واحد ممكن يجي يلحس ليها دماغها بجوج كلمات. هادشي علاش خصنا نردو البال انا وياك. انا اللي بان ليا مهدي وخص انت اللي ردو لك البال. رشيد اصاحبي انا راه داوي معاك ديال المعقول. انت انا داوي معاك المعقول، حنا سوقنا في شكون اللي جا مع ميا. واش كنديرو حنا وياك في هاد الشركه هادي؟ راه خصنا نحضيو شكون داخل وشكون خارج، واشنو باغيين يديرو في هاد الشركه هادي؟ الشيء اللي عنده علاقه بالخدمه، ماشي شكون اللي جاي مع الناس. يجي مع ميا شكون بغا يجي؟ حنا مالنا. لا لا لا، ما متفقش معاه. القضية فيها إنا. أولي القضية فيها إنا، أنا بان لي المشكل عندك ماشي شكون جا الشركة، المشكل عندك شكون جا مع ميا.